كنت من الأشخاص الذين تساءلوا عن سبب تسمية مسلسل زقاق الجن بهذا الاسم ولم تجد الإجابة، فابقى معي لأخبرك بالحقيقة الصادمة والتي لم تتوقعها عن هذا المسلسل. فهل كنت تعلم أن زقاق الجن مكان حقيقي وموجود في العاصمة السورية دمشق؟ وهو حي قديم يتكون من بساتين خضراء وأزقة ضيقة كما شاهدنا في المسلسل. كانوا يسمى بزقاق البساتين لزراعة مختلف أنواع الفواكه والخضار فيه قبل أن يصبح اسمه زقاق الجن. وقد كان الناس قديما يخافون الدخول إليه لما يحدث فيه من ظواهر غريبة وخارقة للطبيعة، مثل انبعاث روائح العطور والبخور التي تفوح من دون أي مصدر لها، وكذلك سماع أصوات الصراخ والضحك في الليل التي تصدر من دون سبب، أو الحجارة التي تطير في الهواء وتضرب كل من يدخل إلى الزقاق. فمن كانوا سكان هذا المكان الأصليين وما هي قصتهم؟ هذه أسئلة جاوب عنها المسلسل ولكن بطرق وصياغة مختلفة. فالسكان المحليون كانوا يروون قصصا وأساطير عن سبب تسمية هذا الزقاق بزقاق الجن، فبعضهم قال أن الشخص كان عندما يقف في المكان ويصرخ بصوت عال يرتد صوته ويرجع إليه وكأن شخصا آخر يناديه بصوته. وفي رواية أخرى أنه كان أحد رعاة الأغنام يرعى أغنامه في بساتين الزقاق، وفجأة بدأت إحدى هذه الأغنام بالوقوف على قدميها وأصبحت تمتد وتصبح بحجم أكبر، فظن أنها جني وهرب بعيدا. وهناك قصص أخرى أيضا عن الأحجار المتطايرة عليهم والأصوات الغريبة التي كانوا يسمعونها، وهي أن الجني أحب جنية وعندما رفضته هي وأهلها تبعها إلى الزقاق، فوجدها تحب شابا من الإنس حاولت أن تتلبسه، فغضب جدا ووقف في مدخل الزقاق يرجم بالحجارة كل من يحاول الدخول إليه. وفي يوم من الأيام عادت له الجنية مصابة بحروق بسبب إخراجها من جسد الشاب، فعندما رأوها أهل الشاب رموها بالجمر حتى احترق نصف وجهها، وهذا يذكرنا بمشهد شيماء في المسلسل عندما احترق نصف وجهها. فالجني عندما رآها أخذها وعاشها بنهاية الزقاق، وأصبح المكان مأوى لكل من آذاه البشر، كما رأينا في حكاية ناجي وأمه الذين يعيشون في هذه البساتين بعيدا عن البشر الذين آذوهم. فاعتقد الأهالي أن هذا الزقاق مليء ومسكن للجن، لذا قاموا بتسميته بزقاق الجن. أما التفسير العلمي هو أن الأصوات الغريبة ترجع للرياح القوية التي تحتك بأغصان الأشجار والرمال فتتطاير على البشر. وفي حكاية أخرى أن فتاة أحبت شابا فهربا لزقاق الجن، وعندما تبعهم أهلها رموه بالجمر حتى مات، فظلت تبكي عليه حتى ماتت أيضا، فبقيت أرواحهم تسكن في الزقاق. وبكل الأحوال فقد أصبح زقاق الجن حاليا مكانا صناعيا لبيع قطع غيار السيارات، موجود في منطقة تدعى البرامكة ولا يصلح للعيش فيه. إذن فالمسلسل دمج بين التاريخ والخيال وبين الحكايات التي كانت تروى عن هذا الزقاق قبل أكثر من 100 عام، وصاغها لنا بطريقة مناسبة لعرضها على شاشات التلفاز.